إلى العشار في محافظة البصرة، وهناك مواطن يناشد لإيجاد حل لأنبوب الماء المكسور في المنطقة منذ أشهر، ولا يوجد حل له من قبل بلدية البصرة ودائرة الماء فيها. هذا الماء شوفه صار لنا 6 أشهر غرقانين به، لا مساعد لا معين، يوميا متبهدلين. شوف مسوي له مشروب منه، ويجوا دائرة الماء لا سوون لنا تشارة له ولا شيء، واحنا هاي صار لنا 6 أشهر على هالحالة هاي. حتى ببيوتنا طاب، ظلت حتى ببيوتنا رطبة وتنتن كهرباء كهرباء، والله حتى ينتل البيت ظل من وراه. لا واحد هاي منا مرب عليه، شوف منا لا سووه ولا شيء، هكذا كله منا هذا ابو على ذاك الطين، خلوه دائرة الماء علينا وراحها وظلت لا سووه لنا تشارة ولا لكن تفضل تفضل تفضل، هاك شوف الوضعية، وماكو لا مساعد ولا معين.